اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما وعدناكم ابطال 2000 مواليد 2000 او الشباب لكره اليد معانا في الاستوديو. في البدايه برحب طبعا بياسر سيف كابتن الفريق واحد نجوم الفريق. اهلا بيك يا ياسر. اهلا بحضرتك. منور قناه النادي الاهلي. الحمد لله. والف مبروك على الانجاز الكبير. الله يبارك حضرتك. شكرا. ربنا يخليك. برحب طبعا بكابتن عمر بيبو احد لاعبي الفريق وايضا احد النجوم الصاعدين بقوه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك. منور قناه النادي الاهلي. منورك. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، احنا جهزنا تقرير كده عن الفرقه عشان تعرفوا اكتر حجم الانجاز اللي حصل السنه دي. نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم. نجح فريق شباب كرة اليد مواليد 2000 بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني صابر حسين في الهيمنة على بطولات الموسم المنقضي 2020-2021 بعد الفوز ببطولتي الدوري وكأس مصر. وقدم أبناء القلعة الحمراء أداء مميز خلال بطولة الدوري، واستطاعوا الوصول للأدوار النهائية والتي شهدت مشاركة سبورتينج والبنك الأهلي والزمالك، وأقيمت على مجمع صلاة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر. بداية مشوار التتويج كانت أمام نادي سبورتينج والفوز بنتيجة 36-25، مرورا بالفوز على البنك الأهلي بنتيجة 28-21، ثم كان مسك الختام أمام الغريم التقليدي الزمالك والفوز بنتيجة 31-27. فيما حصد الفريق لقب كأس مصر بعد الفوز على سبورتينج في نصف النهائي بنتيجة 24-20، ثم نجح في الفوز باللقب الغالي على حساب نادي الشمس بنتيجة 30-29. ويعد هذا الفريق الذخيرة الحية والأساسية لفريق الرجال لتعويض غياب أي لاعب، حيث ضم طارق محروس المدير الفني للفريق الأول لرجال كرة اليد العديد من عناصر فريق 2000 خلال الموسم، وظهروا بمستوى مميز جعل المتابعين للفريق ولقطاع كرة اليد بالنادي يؤكدون أنه بخير وسيقدم العديد من المواهب لكرة اليد المصرية خلال السنوات المقبلة. طبعا بالاضافه للتقرير اللي حضراتكم شفتوه، كباتن اللي منوريني في الاستوديو دول ابطال عالم، خدوا طبعا بطوله العالم مع كابتن مجدي ابو المجد من سنتين، وزيد على كده كمان ان ياسر اخد ثالث عالم مع كابتن طارق محروس، يعني خد لقبين عالميين في فتره الناشئين، ودي حاجه كبيره جدا. انا بقوله ده صح ولا غلطان؟ لا مظبوط. طب قول لي يعني كلمني الاول عن البطولتين دول. يعني طبعا انت بقى عندك الحس الدولي خلاص، وبقى عندك من الخبرات الدوليه اللي تاهلك تلعب في الفريق الاول ومنتخب مصر، كلمني عن البطولتين دول. في البداية أحب أرحب بحضرتك. تاني حاجة، هما طبعا كانوا بطولتين صعبين. البطولة كنا مجهز لها قبلها بفترة كبيرة قوي مع كابتن طارق، الفترة دي كنت معاه الأول. فضلنا نجهز لها أكتر من سنة، من ساعة أفريقيا أصلا ما خدناها، وبعدها بفترة على طول ابتدينا نجهز لكأس العالم على طول. ساعتها كان في تركيز كبير إن احنا رايحين إن شاء الله ناخد ميدالية في كأس العالم، يعني كان الجهاز بيتكلم على طول إن احنا رايحين ميدالية، إنها فعلا نقدر على كده. احنا عندنا العناصر كلها كانت تقدر على كده، وفعلا كان الناس كلها رجاله وقد المسؤوليه. بس الحمد لله دخلنا وربنا كرمنا. مش كابتن طارق محروس في اوضه اللبس كمان قال لكم بعد افريقيا انا هدفي اخد ميداليه في بطوله العالم، صح؟ اه حصل بالظبط بعد بطوله افريقيا على طول ساعتها. فالحمد لله كان في تركيز والناس كلها كانت مامنه ان احنا نقدر فعلا بكده، واللعيبه كلها والجهاز الفني، وفعلا اشتغلنا على كده وقدرنا ناخد بطوله ميداليه في الشباب. بعد كده رحنا كاس عالم الناشئين، خلاص بقى عندها ثقة أكبر يعني بحكم البطولة اللي احنا لعبناها. برضو كانت الناس مأمنة بينا إن احنا نقدر نروح نعمل حاجة في كأس العالم بتاع الناشئين. بقى عندنا دفع أكبر إن الشباب خلاص حققوا مركز، فلازم احنا على الأقل برضو نحقق مركز أو نبقى أحسن كمان. فكان الكلام على طول كله من الجهاز ومن اللعيبة في الجزء ده. وفعلا رحنا وقدرنا إن احنا بدأنا بداية كويسة، كسبنا السويد، بعد كده حصل ماتش فرنسا دروب شوية، بعد كده قدرنا نلم نفسنا تاني ونكسب بقيه الماتشات الحمد لله. يعني انجاز كبير جدا. والحقيقه برضو اجي لك يعني عمر، انت شاركت في مع كابتن مجدي ابو المجد بس. وكانت بطوله غاليه بالنسبه لك، بطوله عالم يعني. كلمنا عن البطوله دي، لان الحقيقه ده بيبقى شرف كبير جدا تاخد ميداليه عالميه مع منتخب مصر. كانت بطوله يعني ضحينا كتير عشانها فعلا. من بدايه بطوله افريقيا احنا كنا بنتصور بالكاس بعد البطوله وكده، فكابتن مجدي قال لنا كلمه، راح قال لنا يعني ما تفرحوش قوي، انتوا خدتوش كاس عالم، افرحوا لما تاخدوا كاس عالم. فانا خدناه بهزار وبتاع في الاول، فبعد كده الشغل قبل كاس عالم اشتغلنا شهرين او ثلاثه، فتره كبيره جدا.
وكان التارجت بالنسبه لنا ان احنا رايحين هو قال لنا العبوا ان انتوا تاخدوا بطوله العالم فعلا، وفضلنا خدناها ستيب باي ستيب لحد ما فعلا حققنا الكلام ده وكنا واثقين في نفسنا. عايز اقول لك ان هي يعني حاجه جميله جدا، انت بتكلمني ان انت تبقى واخد يعني بطوله عالم وانت في السن الصغير ده بتبقى حاجه جميله جدا. اكيد واكيد هنتكلم يعني بعد 10 سنين هتقول البطوله دي كان خرجت نجوم كبير، فاكر كان معانا فلان وفلان وفلان، لما تبقوا انتوا بتمثلوا منتخب مصر وبرده ان شاء الله تاخدوا بطوله عالم على ايديكم باذن الله المنتخب الكبير. طب خلينا نروح ل يعني السنه دي مع النادي الاهلي كان عندكم ماتشات مهمه ماتشات صعبه، بس عايز اقول انه كان كابتن طارق محروس بيستعين بيكم مع الفريق الاول، حصل السنه دي مش كده؟ حصل كابتن طارق كان يعني بيستعين بينا في فترات كبيره جدا، او مشغل بالسيزون حتى في التمارين معاه ان احنا الاحتكاك مع اللعيبه الكبيره اللي فوق وان احنا يستفاد مننا باكتر يعني باكبر نسبه، عشان كمان كان لو في موضوع الدوري القديم بالقائمه القديمه فكان هيبقى لنا مشاركه، غير كده ان احنا برضو شاركنا في الماتشات بتاعت الدوري السنه دي كان لينا ادوار فيها، فدي يعني حاجه خبره كبيره لينا كمان عشان السنين اللي جايه والسنه اللي جايه ان احنا خلاص. خلي بالك كابتن طارق محروس الاستراتيجيه بتاعته اللي هو جاي بيها انه يستعين باللاعبين الشباب. انتوا حاسين بده يعني هو دايما هو بيحب يصنع لعيبه، انت حاسين بده؟ طبعا يعني هو كابتن طارق بيحب ان هو يشتغل مع الشباب عشان احنا بنطلع اللي عندنا يعني صحيح. فلما بيلاقي حد كمان الناس شغاله كويسه الشباب وعندها فهو بيشتغل معاهم وبيركز، فاحنا كمان الموضوع دفع علينا ان احنا خلاص سنه فيرست تيم، فكان كمان بالنسبه لنا سنه تركيز جدا أكيد. في كل حاجه اكيد. طب قول لي انت في مين مركزك في الفريق الاول فوق؟ هو انا بلعب هاف باك، ففي كابتن اسلام حسن طبعا ونعمان واحمد انت شكل حتى اسلام حسن شويه والله يعني الدقن والشكل ويعني الملامح كده، لو انت ما قلتليش ممكن اقول انت ممكن تبقى اخوه صح ولا تضحك مظبوط صح؟ وان شاء الله تبقى زيه اكيد في اللعبه اكيد. مين تاني اسلام ومين؟ ونعمان واحمد راضي، وفي الباك ليفت عبد الرحمن فيصل يعني انت خط خلفي وهاف كمان بتلعب انا بلعب باك ليفت وهاف انت طالع للمعمعه يا باشا انت طالع للمعمعه يا باشا بس انت قدها ان شاء الله. طب انت حاسس ان شاء الله يعني السنه دي هتبقى في القايمه وتخش مع الفريق ولا يعني نتمنى ان شاء الله ان شاء الله احساس قريب ان شاء الله طب قول لي برضو اجي لك يعني ياسر اكيد نفس الكلام انت استعان بيك كابتن طارق محروس اكيد في البطوله دي اكتر يعني او في الموسم اكتر من مره صح؟ مظبوط حصل طلعت حتى في المباراه لما اتقال ان ماتش الزمالك هيتلعب بتاع السنه اللي فاتت بالقايمه الجديده وده كان يعني حاجه من ضرب الخيال بصراحه يعني فطبعا بالقايمه القديمه طبعا معلش انا قصدي القايمه القديمه كان الموسم الجديد بالقايمه القديمه كنت قعدت فتره اسبوعين بتستعد قعدنا فتره كبيره بنستعد ان احنا خلاص ان الدوري كان هيتلعب فتره بالقايمه القديمه فعلا كان في كذا لعيب مننا حوالي 5-6 او حاجه بيتمرنوا مع فيرست تيم وحتى كان على مدار الموسم كان بيبقى في لعيبه بتتمرن مع فيرست تيم يعني معظم الوقت سواء ناس تطلع ناس تنزل كده يعني وكان خاص ناس بتجهز على اساس ان احنا رايحين نلعب بالقائمه القديمه يعني كله كان مستعد بس لحد ما حصل تغيير القرار في الدرجه الاولى طالع يمين بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين هيطلع الفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع نجوم فريق كره اليد نجوم المستقبل لكره اليد بالنادي الاهلي ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا ونقاشنا مع مستقبل كره اليد في النادي الاهلي والحقيقه زي ما قلت لحضراتكم انه في 6 لاعبين على الاقل ينتظرهم مستقبل كبير واكيد كابتن يعني طارق محروس هيستعين ويسجل مجموعه منهم في قائمه الفريق الاول. ياسر كنا بنتكلم قبل الفاصل انت طالع على مين بقى؟ طالع على احمد عادل ومحمد جمال. ده انت برضه طالع على المعمعة لعيبه كبيره طبعا انتوا الاثنين طالعين على معانا. طيب قول لي ويعني يعني عايز اقول برضو ان انت برضو لما بتحتك مع حد اكبر منك تروح تلعب معاه تتمرن ماتشات اكيد ده بيبقى احسن، بس اول سنه ليك في الدرجه الاولى اهم سنه خلي بالك. طبعا اللي هو ابدا احاول اثبت نفسي بقى ويبقى ليا مكاني في الدرجه الاولى ان شاء الله. صحيح. طب قول لي يعني ما فيش حد منكم مثلا ضم المنتخب الكبير في اي معسكرية مثلا؟ لا المنتخب الكبير الراجل الاسباني ما ضمش اي حد منكم؟ لا ما حصلش. طب يعني برضو ده غريب شويه يعني متهيألي الواحد اكيد بيفكر انه يعمل جيل تاني ممكن كان يضم حتى لو مش هتكملوا في المنتخبات بس تاخدوا لكم جرعه تدريبيه معه. طب احنا في الدوري فزنا على الزمالك 31-27 تمام فواضح ان هو يعني كان الفرق كبير. كلمني عن مباراتنا مع الزمالك. هو مباراة الزمالك بالنسبة لي كانت تحدي ان ده ماتش فاينل اول حاجة
ماتش قدام زمالك طبعا ليه قيمه تانية خالص. فاحنا دخلنا الماتش ان احنا الماتش ده خلاص دي كانت اخر بطوله للجيل كمان، خلاص دي كانت اخر سنه للجيل خالص، ودي كانت اخر بطوله للجيل اصلا. فكنا كلنا متكلمين مع بعض وكابتن صابر ان البطوله دي مهمه، سواء ان انت داخل تكسب الزمالك اخر ماتش ليك لازم تظهر مستوى كويس. اللعيبه كلها كان عندها تركيز والتزام بصراحه من اول البطوله، من اول البطولات كده. طب يعني خلينا اكلمك يعني بصراحه، احنا احسن يعني احنا فارقين في المستوى الفني، يعني اي حد في الخبراء في الناس اللي بتتكلم في المدربين شايفين ان فرقتنا احسن. يعني النتيجه دي تعكس الحقيقه، تعكس الوقت. الحقيقه. فدخلت المباراه بتركيز وبتاع، فوزنا 31-27. دي كانت بطوله الدوري، بتهيألي الدوري كان قبل الكاس. الدوري لا كان بعد الكاس، كان بعد الدوري كان اخر. دي كانت عشان كده بتقول اخر بطوله. طيب وسير المباراه مش ازاي؟ سير المباراه بدانا الماتش كان ماشي جون بجون في الاول، الزمالك يطلع 2 نتعادل، لحد ما في اخر الشوط الاول بدانا هنفرق، قمنا فرقنا، خلصنا الشوط تقريبا 2 أو 3 لينا احنا. بس نزلنا الشوط الثاني ابتدينا نعلى حامل سكور، وصلنا لاربعه، فضل الماتش بقى ماشي 4-3-4-3 لحد ما خلص 4. انتوا حمايد جه لكم؟ حمايد جه، حارس المرمى اللي احترف كان محترف ورجع، كان محترف وهيرجع اخر بس ما لعبش معاكم السنه دي. لا لا السنه دي يعني انتوا خدتوا البطوله ما لعبش؟ يعني انتوا خدتوا البطوله من غير ما يلعب؟ كان معانا مروان، وبعد كده جاله صليبي في نص الموسم، ربنا يقوم ان شاء الله. الف مليون سلامه. وبعد كده كان معانا مصطفى حمايد 2003، كنا بنلعب بجوان 2002 بقى مصطفى حمايد. طب ده هايل. طب كلمني بقى يعني عمر عن ماتش الشمس. ماتش الشمس كان النهائي وخسر فرق جول، فبالشكل العام كده الشمس افضل من الزمالك فنيا، يعني بتهيألي ولا ده عشان ماتش كوس؟ يعني ماتش كاس وماتش الزمالك، يعني الشمس كسب الزمالك في السيمي فاينل. كسب الزمالك فرق 4 تقريبا حاجه زي كده، سكور عالي شويه. فاحنا هم كانوا داخلين عندهم حماس شويه ان هم كمان اخر سنه ليهم، كانوا زمان فرقه كويسه، دلوقتي ان هم عايزين تحدي يرجعوا تاني وبتاع، واخر كانت اخر بطوله ليهم في الجيل، عشان هم كمان ما صعدوش في الدوري. بس فهو الماتش كان ماشي في الاول، يعني احنا مشينا الماتش لو ان احنا فرقنا بالسكور شويه، بعد كده حصل شويه اخطاء فالسكور بدا في الشوط الثاني ان هو ينزل شويه لحد ما ادركنا الموضوع شويه، ظبطنا الدفاع وكنا بناكد الكور في الهجوم، بس لحد ما هم جالهم اخر فاول ده الكره اللي جت في العارضه، فحظنا يعني الحمد لله. لا مش حظنا، مجهودنا وطبعا التوفيق بيروح لمن يستحق، واكيد نادي الشمس فريق محترم. خلي بالك انا فاكر ان فريق الشمس ده راح منه 2 لعيبه، في لعيب جه عندنا اللي هو فوكس سيف هاني، وفي قداح اللي راح الزمالك. انا بقى كده كلام مظبوط. وهو ده اخر يعني اخر موسم ليهم. طب هو نادي الشمس يعني بيفكر يبيعهم، بيفكر يعمل حاجه؟ هل في لعيبه كويسه ثانيه منهم؟ هل هيطلعوا الفريق الاول عندهم؟ يعني الدنيا يعني مش عارفين. نادي الشمس في لعيبه كويسه، في لعيبه كويسه وكذا لعيب كويس، يعني هم شغالين اصلا صعدهم فيرست تيم عشان ما كانش عندهم لعيبه كتير قوي، هيبقوا نواه كويسه فوق. فهم اصلا يعني بيلعبوا فيرست تيم بقالهم سنتين تقريبا كمان. يمكن ده السبب. فهم عندهم احتكاك كتير. بس احنا الحمد لله يعني كنا قد المسؤوليه. صحيح. طب قول لي اخبار الدراسه ايه؟ ما خلي بالك برضه ما الدراسه دي العقبه اللي بتقابل اي لعيب بسنك. انت في كليه ايه ولا عامل ايه؟ انا اكاديميه بحريه بزنس. طب كويس، يعني برضه في مذاكره وشغل جامد. بس طب ياسر انت في ايه؟ بزنس اكاديميه بحريه. برضه انتوا الاثنين مع بعض؟ مع بعض. طب ده كويس قوي، ده انتوا ما شاء الله عاملين تروحوا مع بعض وتيجوا مع بعض، انتوا توتوا عشان نساعد شويه. طب عاملين ايه يعني الوضع؟ يعني هل مثلا بتقدر توفق، خاصه ان انتوا الثلاث سنين اللي فاتوا اتفرمتوا، يعني اتفرمتوا منتخبات ومعسكرات وفريق اول، فقاعدين توفقوا بين الدنيا يعني؟ يعني قادرين نوفق الدنيا شويه ساعات، عشان طبعا اللعب احنا بنحبه أكيد اكتر. اكيد لا، ودي فترتكم. فبيكون في اللي هو التركيز في اللعب اكتر. بس اللي هو بنلحق الدراسه في الاخر، يعني بنعرف نلم من الدنيا. نلم الدنيا بالظبط. فالحمد لله في بالانس في الموضوع شويه. طب انتوا اوف سيزون دلوقتي يا اسامه؟ احنا اوف سيزون دلوقتي. بتتمرنوا؟ هل بتعمل اعداد بدني؟ شغالين في الجيم ده. شغالين في الجيم. نعرف لعيب اليد ما ينفعش يوقف خالص، حتى الحديد بالذات. لان العضله بتضعف في من اول الموسم، من اول جديد ما ينفعش. شغالين انتوا بس مع نفسكم لسه؟ مع نفسنا. لا لسه ما فيش الموسم ده شخصيا. طب في اخبار الدرجه الاولى هتبتدي تمرين امتى ولا لسه؟ لا ما فيش اخبار. ما تقلش. الموسم لسه بادئ ولسه اولمبياد وبتاع، الدنيا مريحه خالص بالظبط، ما فيش حاجه في اوف سيزون بشكل كبير. طب قول لي، اكيد انت ليك طموحات، واحنا دايما يعني عايز اقول لك ان كان معايا طه من فتره، وكان يعني بيقول لي انا يعني طموحاتي كذا وطموحاتي كذا، وربنا سبحانه وتعالى حقق له اللي هو كان عايزه. فاحنا بناخد زي ايه تسجيل كده او سكرين شوت. انت طموحاتك ايه؟ طموحاتي ان شاء الله الفتره الجايه اقدر اثبت نفسي في الفيرست تيم، يبقى لي مكاني، احجز مكاني، وبعدها ان شاء الله اقدر احجز مكاني برده في المنتخب بشكل اساسي، وبعدها ممكن ان شاء الله الاحتراف بقى ان شاء الله. تفكر في الاحتراف؟ ان شاء الله. طب وهو خليني اقول لك انه
الموضوع ده محتاج تركيز ومحتاج تضحيات بشكل كبير، ومحتاج ان انت تخلص بس من جامعتك الاول. يعني تخلص من الجامعه، لان انت لو ما خلصتش الجامعه هتعطلك بشكل كبير جدا. طيب قول لي، لما خسرنا الدوري من الزمالك زعلت؟ اكيد اتضايقت. ساعتها اتضايقت اكيد. كان يوميها اصلا تاني يوم ماتش بقى لعبنا احنا الزمالك. طب وكان نفسك تكون في الملعب؟ اكيد بامانه كان نفسي اكون في الملعب. يعني كان نفسي يبقى ليا دور، اللي هو احاول ممكن اقدر اعمل حاجه يعني. وانت نفس الكلام ولا ايه؟ اكيد يعني اي حاجه كنت اقدر مثلا اساعد بيها في الماتش، كان عشان فعلا يعني الفرقه السنه دي تعبت جدا وعملت مجهود مش طبيعي. يعني كابتن طارق والجهاز كله وكابتن ياسر رملي وكابتن محمود الخطيب كلهم واللعيبه بصراحه كانوا عاملين مجهود عالي جدا. النادي دعمتكم والنادي دعمكم كل شيء بالظبط، فكان المجهود عالي جدا، بس هو يعني ما حصلش نصيب. طب وهو انتوا كنتوا في المعسكر مع بعض ساعه الماتش ولا؟ لا ساعتها كان في المعسكر، احنا كنا بنيجي على الماتشات. متذكر تاني يوم لعبنا الزمالك كنت لا كان ساعتها معسكر ماشي مع معسكر واتفرجتوا على الماتش وبتاع. طب الكاس بقى اتفرجتوا عليه برضو؟ انا الكاس كنت انا ولاشين متصاعدين، كنا في المعسكر كنا في المعسكر فيرسيم مع كابتن طارق، بس الروح كان الروح في الفرقه البطوله ما فيش غيرها. طب كلمني بقى، طالما انت كنت في المعسكر ناخد بقى منه الكواليس. يعني خليني برضو، الفرقه كانت طالعه من خساره الدوري، وخلينا نتكلم بالبلدي كده، احنا كنا احسن. انا بكلمك بامانه والله، مش بقول كده عشان انا يعني اهلاوي او بحب النادي الاهلي، لا الفرقه فعلا في الماتش الاول كانت افضل وكانت تقدر تكسب وتخلص، لولا غلط خطا تحكيم على خطأين على احنا كمان في تقصير من حاجه، بس احنا كنا افضل طول المباراه. فحتى في المباراه الثانيه تحس ان يعني نادي الزمالك كان بيموت الجيم، لانه مش قادر يجارينا في السرعه ولا في الـ في الـ في الفتنس. بعد الخساره انتوا قعدتوا مع بعض وقلتوا ايه؟ يعني هما اللعيبه كنا قاعدين مع بعض كله، اللي هو خلاص حاجه عدت مش هنفكر فيها، داخلين على بطوله ثانيه، ما ينفعش نطلع من السيزون بعد التعب اللي عملناه ده كله من اول يوم لاخر يوم. ما يروحش هدر صح. يعني اللعيبه تعبت كتير وتضحيه كتير، فاللي هو كان لازم خلاص نطلع ببطوله. الدوري خسرناه، الصفحه دي الصفحه اتقفلت ونصيب، احنا كنا احسن بس اللي حصل يعني كل حاجه مكتوبه. فالكاس كان خلاص كله داخل، مفيش خساره فعلا. طب انت حضرت اجتماع كابتن محمود الخطيب معاك قبل الماتش؟ لا كنت ولا ما كنتش في الملعب؟ لا كنت لسه، اللي هو بعد ماتش الدوري. لا بعد قبل ماتش الكاس تقريبا كابتن محمود الخطيب نزل وقعد مع اللعيبه، انا شفت صوره زي كده ولا كان قبل؟ دي الاجتماع ده كان بعد ماتش الدوري. كان ماتش الدوري بعد ماتش الدوري. لا ده ما كنتش موجود فيه. ما كنتش موجود. انت دخلت معسكر الكاس؟ انا دخلت معسكر الكاس عشان احنا كان عندنا الدوري بتاع عارفين كان في نفس الوقت. يعني احنا مثلا ماتش الفيرست تيم خلص، احنا كنا بنبدا الشوط الثاني في ثاني ماتش في الدوري بتاعنا. صحيح. وخليني برضو اعرف منك تفاصيل اكتر، ازاي كابتن طارق يكلمك ولا تطلع؟ بس خليت على فاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع مستقبل كره اليد في النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع مستقبل كره اليد في النادي الاهلي، فريق جيل 2000 اللي حصل على الدوري والكاس. وخلينا افكركم، المدير الفني كابتن صابر حسين كان احد نجوم النادي الاهلي او الجيل الذهبي النادي الاهلي، هو المدير الفني لهذا الفريق، والحقيقه ربنا كرمه السنه دي او كرمه المجموعه كلها بطوله الدوري والكاس، وده كان انجاز كبير جدا، وده يطمننا على مستقبل كره اليد في الفتره القريبه. وفي 6-7 لعيبه مرشحين بقوه ان هم ينضموا للفريق الاول، لقائمه الفريق الاول. وطبعا يعني معانا ياسر سيف ومعانا ايضا عمر بيبو. ياسر اجيلك، بنكمل حوارنا. تابعت اكيد ماتشات منتخب مصر اللي اتلعبت هنا في كاس العالم؟ اكيد تابعتها. طب يعني اكيد ليك ملاحظه، انت لعبت بطولتين عالم واكيد شايف واخدت فيهم ميداليات، كان ينقصنا ايه عشان نوصل لدور الثمانيه او دور الاربعه؟ بصراحه اللعيبه عملت كل اللي عليها. يعني انت بتلعب دنمارك بطل العالم، لعب معاهم اكسترا تايم بعد كده بنالتيز، فاللعيبه عملت كل اللي عليها. يعني كان ممكن ربنا مش كاتبها لنا التوفيق، لكن وجهه نظري بالذات في ماتش الدنمارك اللعيبه ادت كل اللي عليها، كانت مويته نفسها بصراحه لحد اخر ثانيه. كانت غلطات صغيره بتحصل من هنا او من هنا هي بترجع الماتش، فكان ربنا بس مش كاتبها لنا مش اكتر. يعني انت شايف انه لا يعني ليس بالامكان احسن مما كان. بصراحه انت بتلعب بطل العالم يعني، وعامل معاهم جيم للاخر، ما حدش كان متوقع اصلا ده يحصل. كل التوقعات يعني كان خلاص الماتش خلصان كده كده، دنمارك فرق سكور او حاجه، وده حصل عكس التوقعات كلها. بس يعني انت شايف ان هو، طب انت متوقع ممكن خاصة ان معانا الدنمارك برضو تقريبا السويد في نفس المجموعة هناك في الاولمبياد، ممكن يعني نعمل حاجة؟ اتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد ميداليه على الاولمبيه ان شاء الله. طب اخد راي عمر، يعني انت اتفرجت على يعني على الكاس العالم اللي فات؟ يعني نفس كلام ياسر، انت شايف ان هم زادت مباراه الدنمارك يعني
احنا عملنا اللعيبه كانت مطلعه اقصى حاجه عندها. فاللي هو اللي حصل ده يعني حاجه بتاعت ربنا. ما لناش نصيب ان احنا نكسب. بالظبط. هم عملوا ماتش تاريخي الناس كلها اتكلمت عنه. كان الانجاز هيكمل ان احنا نوصل دور الثمانيه ولا الاربعه نفس الكلام. طب خليني اسالك برضو عن الاولمبياد اللي جايه. انا يمكن انت برضو خبره كبيره في بطولات العالم كناشئين وهي ما بتفرقش كتير خلي بالك هي نفس السيستم ونفس النظام. يعني انا دايما بحب اقع في مجموعه قويه. صح ايوه انت تقع في مجموعه قويه خدت فيها مركز اول مركز ثاني في المجموعه هتسهلك طريقك الناحيه الثانيه. بالظبط. فيعني احنا ده اللي حصل معانا في كاس العالم احنا كان معانا فرنسا سويد مجر كان مجموعه قويه جدا فكان احسن لنا ان احنا نطلع اول مجموعه عشان ما نقابلهمش في الادوار التمهيديه. لا وكمان سهل لنا طريقنا في دور ال 16 وال 8 فعلا ده اللي حصل لعبنا سلوفينيا في ايسلندا فكان فتح لكم السكه. المنتخبين ما كانوش قويين جدا بعد كده كان سيمي فاينل البرتغال بصراحه كان منتخب ما البرتغال معانا في الاولمبياد. يعني هم البرتغال عامل منتخبات قويه جدا مش غريبه دي هما تقريبا طب جيلكو كان في البرتغال صح ما جيلكو كان في يعني البدايه بدات من هنا زي ما انا بقول والشباب كان في البرتغال خد رابع برضه يعني في الناشئين والشباب خدوا مراكز. هما ظهروا مره واحده شباب وناشئين خدوا مراكز يعني 98 خدوا رابع واحنا عندنا خدوا رابع برضه بس عندهم يعني هي ظهرت طفره عندهم مره واحده اهتموا بالاندول وعندهم لعيبه بصراحه لعيبه امكانياتها عاليه. خلي بالك الجوري السعودي هم جيران اسبانيا يمكن ايه الجوري السعودي سهل خد دوم اثنين مدربين على اثنين ثلاثه فنيين صح طوروا لهم اللعبه بس الغريبه يعني برضه خلي بالك ما ده يقلقك اكتر على المنتخب يعني هو دلوقتي السويد والدنمارك والبرتغال لازم تكسب اثنين من دول. هي انت لازم تكسب يعني الفكره منتخب برضه بتاع يتطور برضه انت منتخب مش عارف مكانه او حاجه يعني ما هو انا زمايلي في الاعداد بيقولوني على الاقل واحد بس هو برضه حتى لو كسبت ماتش هاخد ثالث برضه سكتي صعبه هي أيوة ثاني تبقى يعني اول يا ثاني المجموعه الثانيه برضه قويه جدا ما هو اربعه هيتاهلوا تمام بس الرابع هروح مقابل اول شكرا طب لو ثالث هتقابل برضه ثاني انما لما تاخد ثاني هتقابل ثالث الدنيا هاديه شويه يعني اول ثاني سكتك بتبقى اريح شويه طبعا صعب ناخد اول بس هو انا شايف ان هو لازم البرتغال نكسب لازم ايوه صح في الاولمبياد سهل الدنيا شويه يعني وبالتالي دي مش صعبه انتوا قابلتوهم وكسبتوهم يعني كسبتوا اكيد واكيد دول هم الاجيال اللي طلعت صح فالبرتغال ممكن نكسب وممكن الاقي السويد والدنمارك يعني لازم واحد من دول نكسبه في المجموعه دي حقيقه يعني. ماتش السويد ده ماتش السويد قريب ماتش السويد في مصر كان قريب جدا بعد كده حصل اخطاء في الاخر تقريبا مش عارف ايه اللي حصل يعني السويد خسرنا جون يعني في الاخر كده برضه يعني جون كده يعني زي ما بيقولوا يعني لا نستحقه وكان اي نعم التعادل ما كانش يفرق معانا والتاني مارك تعادلنا باثنين اكسترا تايم ورحنا ضربات جزاء يعني قصدي اقول لك انه الدنيا قريبه صح طب يعني شايف يعني دلوقتي المعسكر منتخب يعني برضو انتوا قاعدين في المجال وشايفين وبتاع شايفين ان في لعيبه تستحق تكون مع المنتخب انتوا من وجهه نظركم كده هل شايف ان في لعيبه ادت اداء كويس يعني ممكن يتبص عليها شايفين ان في لعيبه انتوا حاسين ان لها مستقبل في لعيبه يعني الاجيال طالعه جيلنا وجيل ال 98 اللي هو خلاص في فعلا ناس متاخده منه الجيلين دول طالعين بقوه يعني كمان عشان عندهم خبرات المنتخب ان هم واخدين كاس عالم ومشاركات وافريقيا فالموضوع ده خلي اللعيبه طالعه هي اللعيبه عايزه واللعيبه كمان خدت حاجات حققت حاجات في اجيالها فالموضوع بقى عندها كسرت حته الايه اللي هي مش عارف الفرقه او حاجة. الاسم كسر الحته بتاعت اوروبا ان انت في لا هم امكانياتهم احسن الكلام ده لا هو مفيش يعني اثبتنا العكس خالص فالحته دي مكسوره عند الاجيال طالعه كلها نفسك تكسروا الموضوع ده في الفريق الاول يعني نفسك برضو اللي انتوا خدتوه اكتسبتوه من خبرات مع الناشئين والشباب تعملوه في المنتخب الكبير ان شاء الله بعد سنتين طبعا بتمنى يعني ان يبقى ليا دور في حاجه زي دي هتبقى انجاز كبير لمصر يعني ولينا كاشخاص يعني واظن مش صعب يعني مع طالما الناس شغاله صح في الطريق الصح بالادوات الصح يبقى الموضوع المفروض يمشي في الطريق الصح والدنيا تبقى كويسه يعني بس انا عايزكم تسخنوا كويس مش دلوقتي يعني احنا قاعدين سخنوا ليه؟ لان اللي اعرفه والتقارير اللي جايه لنا او المعلومات اللي جايه لنا من الاتحاد انه البطوله دي بعد الاولمبياد هيتم طبعا توجيه الشكر لمجموعه كبيره جدا من اللاعبين الكبار وده طبعا سنه الحياه فهيبقى الموضوع عليكم ان شاء الله ستريتشات بقى وتمرين وكده طب خلينا اتكلم برضو عن الاحتراف ايه ابرز التجارب الاحترافيه اللي انتوا شفتوها من لعيبه كره اليد اللي نجحوا بره يعني طبعا اسمع يحيى خالد مكسر الدنيا بصراحه مين كان يعني زي يحيى خالد عمل كده
وشايفين امتى الوقت المناسب اطلع احترف؟ الوقت المناسب اللي هو يعني انا ولا كبير ولا صغير، بس هكون مثلا في مصر عملت اسم. عملت اسم في مصر. بس يحيى ما لحقش يعمل اسم. بس هو يحيى اتشاف من كان مدرب المنتخب. شاف المنتخب، هو شافه لما راح مسك فيسبريم، فهو كان عايز هناك، وكمان الفرقه تقريبا هناك كان بيحصل فيها تجديد فطلبوه وهو صغير. فهي سبحان الله جات له كده، وكمان اتطور معاهم جدا. فدلوقتي هو ما شاء الله بصراحه يعني ده احسن تجربه احتراف احنا. طب وسند، انا اسمع سند برضه. سند طبعا تجربه كويسه جدا، واخد احسن وينج تقريبا، واخد احسن وينج وبياخد الهداف على فترات، وعلى طول بيبقى في الماتشات، يعني بيبقى توب سكورر او حاجه يعني. بس سند لعب هنا الاول. يعني سند اتشاف هنا في الدوري هنا الاول. ايوه يعني ما طلعش من المنتخب. طيب احنا بس عايزين يعني نروح لموضوع تاني، اخدكم الموضوع تاني كده. فريق كره القدم، فريق كره القدم طبعا انتوا عارفين انه خلص مباراه جوهانسبرج امبارح، جاي بطياره خاصه من جوهانسبرج، هيجي بطياره خاصه لهنا لترانزيت في اسوان عشان الطياره تاخد طبعا تتزود بالوقود وتطلع على الدوحه مباشره. طبعا دي كانت لقطات مسجله من على الطياره وهم طالعين من جوهانسبرج. خليني اقول لحضراتكم كمان انه الفريق كان ممكن يريح، كان ممكن يريح له يوم وده طبيعي او يومين، لسه بدري ماتش الجمعه الجايه، ولكن الفريق فضل والجهاز الفني والنادي فضل ان اللعيبه تروح الدوحه مباشره عشان يستعدوا كويس، وعشان كمان يدوا للمباراه حقها، وكمان عشان الاجراءات الاحترازيه اللي في الدوحه عاملاها. فكان لازم يكون معانا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من اسوان. اهلا بيك يا كريم. اهلا بيك يا كابتن هيثم، طبعا كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. كريم طمنا عن البعثه، السفريه كانت عامله ازاي، الترانزيت، الاخبار، هتتحركوا امتى على الدوحه؟ الحقيقه طبعا يعني نقدر نقول بعد التاهل لفريق النادي الاهلي والمباراه الاخيره امام صن داونز، يمكن قرار الرائع والجمال كده ان وجود طائره خاصه مباشره طبعا اليوم الثالث، توجهنا 12 او 12 ونص صباحا الى اسوان، 7 ساعات و50 دقيقه وصلنا الى اسوان. لكن انت عارف طبعا كابتن هيثم بيتم تدريب الطائره بالوقود وعامل سيرفيس طبعا اوقات كبيره الطائره على ان تتوجه في خلال 10 دقائق بكثير قوي كابتن هيثم، نتوجه الى الدوحه في رحله تستغرق 3 ساعات او 3 ساعات واقل، وبدوافع جديده بقى وبرغبه جديده وتحدي جديد لفريق النادي الاهلي ومباراه السوبر الافريقي، بطوله غايبه اكيد عن فريق النادي الاهلي وعن دولاب بطولات النادي الاهلي. لكن على الاداء اللي بنشوفه مع الجديه الكبيره ومع مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب اللي متواجد في كل خطوه مع فريق النادي الاهلي، حافز ودعم كبير جدا، فيا رب ان شاء الله باذن الله يفضل الدعم ده متواجد ويستطيع النادي الاهلي ان يحرز اللقب الغائب عن دولاب بطولات النادي الاهلي. رحله اكيد شاقه، لكن بنأكد كل مره ان وجود طائره خاصه ده كان امر مهم جدا، ساعد فريق النادي الاهلي بشكل كبير، فان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي. اقدر اقول لك دلوقتي احنا خلاص بنتحرك يعني نخش على الرن واي دلوقتي يا كابتن هيثم، فدعواتك بقى ودعوات كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله نعود من قطر بالسوبر الافريقي ليدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. ان شاء الله يا كريم يعني، ونتمنى لكم كل التوفيق. بس بسرعه كده قبل يعني ما تتحركوا، طمني عن الاصابات، الفرقه كامله، الدنيا ماشيه ازاي عشان نطمن على الفريق اكتر يا كريم. والله يا كابتن هيثم انا اقدر اقول لك الحمد لله الكل جاهز بالنسبه للاعيبه للنادي الاهلي، يعني الحمد لله الفتره اللي فاتت كان عدد كبير من الايام في جنوب افريقيا بتساعد سامي الظاهر بشكل طيب جدا، حمدي فتحي الحمد لله طمنا عليه بشكل كبير، علي معلول كمان اللي خلاص خد جرعات تدريبيه للكره تدريجيا بيخش بشكل جيد، يعني مع مرور الايام بقى ان شاء الله كابتن هيثم ممكن تبقى علي معلول بشكل كبير في التشكيل الاساسي او على دكه البدلاء، قيمه كبيره جدا على لعيبه النادي الاهلي، اكرم توفيق ابشر كل اللعيبه الحمد لله ما فيش اي لاعب بيشكي من اصابات، ده امر كان مهم جدا في مباراه السوبر. لكن انت عارف مباراه صن داونز ليها حسابات خاصه مع المدير الفني بيستون ثماني اللي ادار المباراه فنيا بكل جديه، لكن مباراه السوبر الافريقي ان شاء الله ممكن نشوف عدد من العناصر اللي غابت عن النادي الاهلي خلال الايام الماضيه على راسهم علي معلول وحمدي فتحي، لكن الاهلي بمرحله ده شعار المرحله وشعار كل لعيبه النادي الاهلي. طب بدر بنون اخباره ايه، طمني عليه بصفه خاصه. لا مفيش حاجة يعني، مفيش حد من اللعيبة بيشتكي بأي حاجة، ده بدر ربيعة ياسر أيمن كله مفيش حاجة، يمكن هو كان ضغط كبير للماتش وكان فيه التحامات يعني شفنا اشتراكات كبيرة، لكن مفيش إصابات نقدر نقول هي إصابات قوية تعطل النادي الأهلي أو تأثر على خط الدفاع في النادي الأهلي. تمام. طيب كريم يعني بسرعة كده برضو عايز أعرف يعني في الدوحة هل في برنامج توزع اللاعبين؟ هل اتقال لهم البرنامج حتى يوم المباراة ولا ده يعني هيتم تسليمه للبعثة فور وصولها؟ لا بالتاكيد يا كابتن هيثم طبعا يعني ممكن طور وصلنا مباشره ان شاء الله باذن الله، يتم اكيد دعوه الجلسه مع الجهاز الفني كابتن سيد عبد الشكور كابتن محمود الخطيب طبعا كالعاده، يتم طبعا وضع البرنامج الخاص بالتدريب للملاعب كل الامور دي، لكن هي امور معتاده على فريق النادي الاهلي، يعني وجبات الافطار والغداء والامور دي خاصه ومعتاده علينا، لكن هي ملعب المباراه وتحركنا والامور الخاصه مع الاستفاره دي اللي هننتظرها ان شاء الله
بعد وصولنا من خلال 3 ساعات من لحظه اللي انا بكلمك فيها يا كابتن هيثم. ان شاء الله باذن الله تصل بقى الاهلي بالسلامه، ثم يتم وضع البرنامج الخاص حتى موعد يوم المباراه بمشيئه الله. طيب يعني كريم برضو قول لي، يعني برضو يعني هل حصل اجتماع بعد الماتش ولا كان يعني كل واحد في غرفته وبعد كده توجهوا للمباراه؟ يعني هل كابتن يعني بيتسو موسيماني اتكلم مع الفرقه عن حاجه فنيه ولا ما حاولش ده واساب اللعيبه تفك خالص عشان لما يروح الدوحه؟ يعني نقدر نقول هي كانت لحظات بسيطه ودقائق بسيطه للفرحه كالعاده طبعا يا كابتن عاصم، انت عارف يمكن النادي الاهلي وقدروا تدخل المباراه وتدخل البطوله وتطلع تغلق الصفحه تماما بكل ما فيها بحلوها ومرها. يمكن بيتسو موسيماني ادى وقت بسيط جدا لعيبه النادي الاهلي فرحه مع الغداء مع طبعا بعض طبعا الجاليه المصريه اللي كانت متواجده هناك طبعا، يمكن كان في تورته وكان في اهتمام كبير جدا من زوجه موسيماني لكل اللاعبين، لكن مباشره خلاص عقب دخول اللاعبين الى غرف حمام الملابس انتهت الفرحه وانتهت الدوافع وتجددت الدوافع بقى بشكل كبير لمباراه السوبر الافريقي. ما كانش في اجتماع نقدر نقول اجتماع كبير على ان كان في كلمات مهمه جدا ان لابد ان احنا يكون في تركيز المرحله اللي جايه، لابد يكون في تركيز في مباراه السوبر بطوله مهمه، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يحقق هذه البطوله. زميلنا العزيز كريم احمد من مطار اسوان بشكرك شكرا جزيلا، يمكن جاوبتنا على بعض التسويقات المهمه وطمنتنا على الفرقه بشكل عام. وخلينا اقول لكم كمان انه مدير طبعا مطار اسوان اللواء طيار باسم بيومي انتهز فرصه وجود الطياره الخاصه بارض المطار في اسوان وجاب تورته وطلع طبعا احتفل مع اللاعبين الحقيقه بتاهلهم او يعني وصول دور قبل النهائي بطوله افريقيا لملاقات الترجي. وزي ما بقول لكم دايما النادي الاهلي مصدر السعاده للكثير من الكثير من الشعب المصري، وكانت لحظه حلوه وقطع التورته مع حتى مع كابتن محمود الخطيب واللاعبين. فده طبعا بنشكر طبعا اللواء طيار باسم بيومي على اللفته الجميله، وقد ايه ده بيدي اللعيبه احساس بالفخر ان البلد كلها حاسه طبعا بالناس كلها حاسه بالانجاز اللي عمله. خلينا نشوف الفيديو ده او التقرير ده اللي عملناه مع الطياره وارجع لحضراتكم تاني. انا طبعا جاي بالنيابه عن الادوار المتقدمه والفريق الجامد اللي كنا بنلعبه ده بيفرح كل مصري بصرف النظر عن انتمائه، بصرف النظر عن ان هو بيشجع كوره ولا لا، لان دي بطوله قاريه ومتابعه على مستوى الثلاث قارات يعني. فمعنى ان احنا اسمنا يتردد فده فخر لكل مصري. طبعا الوصول للقمه سهل، الحفاظ عليها اصعب اكيد. وادعيلهم بقى اللي جاي عشان ان شاء الله بنتمنى ليكم التوفيق والفرحه الكبيره بقى للشعب المصري الاكبر ان احنا يعني مستر موسيماني حاجه بنقول لكم فيها الف مبروك وبالتوفيق اللي جاي. شكرا يا فندم، شكرا ربنا يكرمك. اكيد اللحظات دي بتبقى جميله عند اللاعبين وما بتتنساش ابدا، يعني لما تحس قد ايه الناس فرحانه بانجازك وحتى الكلمه يعني اللي القاها طبعا اللواء طيار باسم بيومي ليه اللاعبين انه قال الوصول القمه سهل ولكن الحفاظ عليها صعب، تحس كده ان يعني الاهلاويه كلهم بيتكلموا لغه واحده. وطبعا الاجهاد باينه عن على الفرقه طبعا، اكيد سفريه مرهقه ولكن ده قدر النادي الاهلي من بطوله لبطوله. يا رب يا رب ان شاء الله يوم الجمعه القادم نرجع بكاس البطوله بطوله السوبر الافريقي بعد غياب 7 سنوات، واحنا كلنا ثقه في الجهاز الفني واللاعبين ومجلس اداره بالكامل كل شيء احنا ثقه فيه ان احنا ان شاء الله هنفرح ببطوله جديده يوم الجمعه القادم. يعني اجي لضيوفي في الاستوديو يمكن يعني اكيد اللقطات دي بتفتح نفسك. اكيد طبعا يعني فريق كره على طول بيبقى دافع لينا برضو ان هو على طول رايد في افريقيا واخد الرياده، فدي حاجه برضو بتبقى دافع لينا يعني اكيد. ده مش افريقيا بس، ده العالم. لا ما كله يعني تفتكروا هناخد ال10 السنه دي ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. تتوقع كده؟ ان شاء الله ربنا. عمر ايه؟ ان شاء الله. انت برضو عندك احساس كده، خلي بالك انت راجل عالمي دلوقتي انت والكابتن ياسر واخدين بطولات، فان شاء الله يعني نفرح بال10 السنه يا رب ان شاء الله. طب نتمنى ونهضه بركان. لا لا ان شاء الله نكسب ان شاء الله. وخلي بالك برضو زي ما انت شايف اللعيبه برضو نفس الحال معاكم هو مع لعيبه الكوره من بلد لبلد وسفر لسفر، يعني يا بترفع اسم النادي الاهلي فوق يا بترفع اسم منتخب مصر، يعني ده قدر النادي الاهلي يعني. اكيد طبعا. وخليني اقول لكم برضو انه اكيد في لعيبه يعني في الفريق بتبقى يعني انت بتبقى بتحب تتفرج عليها، من فريق الكوره بتحب تتفرج عليها؟ كان زمان طبعا، زمان ابو تريكه، الجيل ده ابو تريكه. طب دلوقتي؟ دلوقتي في لعبه كتير برضو قفشه بصراحه. قفشه لا مش عشان هو بيلعب هافت انت بتلعب هافت ولا لا؟ لا لا بصراحه لعيب ممتع، لعيب بتحب تتفرج عليه. مجتهد جدا بصراحه، لعيب مجتهد جدا ويعني من يعتبر احرف لعيب في مصر الفتره دي. بيشتغل على نفسه ما بيتكلمش صح، هو عنده الملعب وبس.
طب انت ياسر مين بتحب تتفرج على فريق كوره؟ في ديانج، في افشه طبعا اكيد. انت طبعا رايح ناحيه الدفاع. كل واحد بص بقى الشناوي. بس خلي بالك كره اليد فيها كتير من كره القدم. الاثنين فيهم كتير في حاجات. طب مين تاني غير ديانج؟ في افشه والشناوي وايمن اشرف برضه. ايمن اشرف. طب ايه اللي بيعجبك اصلا؟ خلي بالك انا ايه المشترك بين الثلاثه دول؟ القتال في الملعب والروح. ان هم عندهم روح قياديه كده، دي حاجه كويسه. بس على فكره من اختياراتك عرفت شخصيتك. ومن اختياراتك عرفت شخصيتك على فكره والله. يعني 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 يمكن حاجه كومن، انت بتحب الفنان اللعيب اللي بيغذي فرقته بالبساط، واللعيب انت الروح القتاليه الدفاع، يعني اكيد حاجات يعني مشتركه. اكيد طبعا. طيب بيبو، انت اسمك عمر بيبو، جه منين اسم بيبو ده؟ وانا زمان كنت ببدا ان انا بلعب كوره اصلا. فكنت بلعب كوره في اكاديميه كابتن محمود الخطيب، فرحت نادي المقاولين صدفه كده، بنقدم لاختي لعبه تانية، ففي كابتن اسمه عمرو رجب، فشافني قال لي تعالى جرب. فانا بلعب كوره، قال لي لا تعالى جرب. فرحت جربت، فكنت مع كابتن اسلام هندي، وبصراحه اللي خلاني اول واحد ابدا اللعبه، فكنت بروح بالتيشيرت مكتوب عليه بيبو تن، فهو ما كانش لسه يعرف اسمي، فقال لي بيبو، فكله بقى نادي بيبو. اسم بقى فضل مكمل، يعني في ناس اصلا ممكن ما تعرفش عمر دي. انا عايز اقول لك انت محظوظ ان انت اسمك اقترن طبعا بالاسطوره الكبيره كابتن محمود الخطيب. يعني خلي بالك دي معلومه حلوه جدا. انه كان بيلعب كوره، وان هو كان في اكاديميه كابتن محمود الخطيب كابتن بيبو، فطبعا ده يعني فتح لك على فكره يعني كاسم. وخلي بالك الناس لما تكبر ان شاء الله في درجه اولى وتثبت، هتلاقي الناس برضو فاكره الاسم. اكيد ان شاء الله. بيبو بشكرك، نورتيني وشرفتيني الحقيقه. حاجه تفرح، انتوا ما شاء الله ربنا يخليك. احنا اتشرفنا بحضرتك والقعده الجميله دي بصراحه. ان شاء الله يعني نسمع عنكم كل خير، وتشرفونا في القادم باذن الله. ياسر نورتيني وشرفتيني. نور حضرتك، وبشكرك على الوقت الجميل. انا بشكر حضرتك على اللقاء الجميل ده، ان شاء الله يتكرر تاني. أعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع مستقبل كرة اليد في النادي الأهلي. انتظرونا من جديد مع الأبطال. بشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر مع الأبطال.